أشعة تليفونية بكلية الطب جامعة عين شمس. هو حضرتك النهارده دور حضرتك في المؤتمر ايه النهارده؟ احنا النهارده دورنا في جلسة الأشعة التداخلية ودور الأشعة التداخلية في علاج أورام الكبد، هنتكلم فيها عن الأدوار اللي بتلعبها الأشعة التداخلية حديثا في علاج أورام الكبد، وما يتخطى ايضا اورام الكبد الاشعه التداخليه بشكل تطور مذهل جدا خلال الفتره الاخيره. بدات تطبيقات الاشعه التداخليه تساهم في علاج كثير جدا من الامراض، من اشهر الامراض اللي بتساهم في الاشعه التداخليه في علاجها هي اورام الكبد. طيب النهارده المؤتمر بالنسبه لك يعتبر ايه؟ يعني كم مؤتمر شاركت فيه، وهل انت مقدم بحث جديد في هذا المجال؟ طبعا احنا مؤتمر الجمعيه المصريه لسرطان الكبد، احنا ده مؤتمر سنوي بنشارك فيه سنويا فترات طويله جدا، مؤتمر راسخ جدا في اجنده المؤتمرات العلميه في مصر، مش اول مره يعقد هذا المؤتمر. المذهل في هذا المؤتمر انه كل سنه بيشهد تطور جديد، ابحاث جديده، تطورات جديده فيما يخص علاج سرطان الكبد اللي هي من اكثر المشكلات المرضيه المؤرقه لكثير جدا من المرضى في مصر. الحاله اللي بشارك فيها النهارده في المحاضره او البحث اللي بشارك فيه النهارده عن دور الاشعه التداخليه اللي ممكن بقى يتخطى سرطان الكبد الى ما هو بعد ذلك. ايضا الاشعه التداخليه ممكن تعالج السرطانات الثانويه الناتجه عن سرطان الكبد. انا بشارك النهارده في حاله مصابه بسرطان في الكبد، وبعد ما تم علاجها اكتشفنا ان في بؤره ايضا في العظام، فبنتكلم عن دور الاشعه التداخليه في علاج هذه البؤره ايضا بعد ما استخدمنا الاشعه التداخليه في علاج بؤره الكبد. يعني النهارده هتقدموا حاله جديده من ضمن حالات العلاج. بالظبط، هنقدم تطبيق جديد من ضمن التطبيقات الجديده للاشعه التداخليه اللي بتتطور كل يوم واللي بتساهم جدا جدا في تحسين المنظومه الصحيه للمرضى في مصر وفي العالم. شكرا لحضرتك.